تحت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أقامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء اليوم الحفل الختامي للدورة الرابعة لمسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت القارئ العالمي، وذلك بحضور معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وبهذه المناسبة أعرب معالي عن جزيل الشكر والتقدير والعرفان لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على تفضله برعاية هذه المسابقة العالمية الرائدة التي تأتي في سياق مبادرات مملكة البحرين المتتالية في خدمة الدين الحنيف والقرآن الكريم في ضوء ما يليه جلالته من حرص دائم على دعم وتكريس القيم والثوابت والهوية الإسلامية للبلاد. وهنأ معاليه الفائزين في الدورة الرابعة من مسابقة القارئ العالمي مباركا لهم ولذويهم وللمؤسسات والدول التي ينتسبون إليها بما حققوه من نجاح مشرف في ميدان تلاوة كتاب الله تعالى وتجويده وحفظه، كما عبر عن شكره لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تنظيمها المتقن للمسابقة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مثمنا الشراكات الاستراتيجية المهمة مع وزارة الإعلام وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وفي السياق نفسه أبدى معالي تقديره الكبير لما أسهم به رعاة المسابقة من دور طيب كان له أطيب الأثر في إنجاح هذه المسابقة. بعد ذلك تفضل معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتكريم الشركاء والرعاة ولجنة التحكيم والفائزين. في ظل الاهتمام القائم والمتواصل من قبل جلالة الملك المعظم أيده الله، اختتمت مسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الانترنت القارئ العالمي بدورتها الرابعة، حيث شهدت الدورة الحالية من المسابقة تفاعلا كبيرا وصدا واسعا بمشاركة أكثر من 5000 متسابق ومتسابقة من 74 دولة عربية وإسلامية شاركوا في مراحل التصفيات. في هذه الدورة وصلنا إلى 4 فروع، فرع القارئ المجود وفرع القارئ المرتل وفرع القارئ الحافظ وفرع القارئ الصغير. طبعا هذه الدورة أول مرة نطرح فرع القارئ الحافظ، وفي هذه الدورة أيضا أول مرة نشارك الإناث في هذه المسابقة، ورغم أن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها الإناث إلا أن مشاركة الإناث كانت فاعلة وبأعداد كبيرة وحققوا مراكز وفازوا بجوائز، منها جائزة القارئ الجمهور ووصلوا إلى المراحل النهائية، وأتوقع في المرات القادمة إن شاء الله تكون مشاركة الإناث أوسع وأكبر ويحققوا مراكز متقدمة أكثر. هذه المسابقة أيضا شهدت تطويرات تقنية في النظام التقني للبرنامج بما يجعل هذه المسابقة قادرة على الانطلاق إن شاء الله والمواكبة. وتأتي هذه المسابقة التي تهدف إلى خدمة القرآن الكريم وإظهار العناية الفائقة به امتدادا لما تقدمه مملكة البحرين من خدمات جليلة لكتاب الله، وتحفيزا لأبناء المسلمين في مختلف دول العالم على التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وتلاوته. مسابقة قوية معروفة على مستوى العالم، وكان في عدد كبير المشاركين والمتسابقين على مستوى العالم، فإنك تحصل المركز الأول على كل المتسابقين على مستوى العالم فهذا شيء يعني ممتاز يعني الحمد لله، ويحسب لمملكة البحرين ويحسب لجلالة الملك اهتمامهم بالقرآن الكريم واهتمامهم بمراكز شؤون القرآن الكريم، فالحمد لله يعني احنا مخرجات وفضل عز وجل ايضا المخرجات ما زالت آتية باذن الله تعالى. حصلت على المركز الثاني ولله الحمد، وهذا شعور طيب طبعا ومركز كويس، والحقيقة المسابقة البحرين لها السبق في تنظيم مثل هذه المسابقة عبر الانترنت وتحظى بشهرة وانتشار واسع، و المشاركين في هذه الدورة تخطى عددهم 5000 مشارك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. حصلت على المركز الثالث
بعد أن تخطيت 4 مراحل والمرحلة الخامسة كانت في مملكة البحرين. نشكر مملكة البحرين على هذه الاستضافة الرائعة وعلى هذا الحفل البهيج. وتعد مسابقة القارئ العالمي إحدى أبرز المسابقات العالمية في تلاوة القرآن الكريم لتبرهن الجهود الجبارة التي تقوم بها مملكة البحرين في العناية بالقرآن الكريم على المستوى العالمي. نجاح هذه المسابقة بدورتها الرابعة بهذا التفاعل الواسع يؤكد اهتمام جلالة الملك المعظم أيده الله بحفظة القرآن الكريم والعناية بهم والتشجيع على تلاوته وترتيله لجميع الفئات العمرية من كافة دول العالم. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.